يا بت مبقاش ليك راجل يشكبك ولا ايه؟ اساله يا سيد، قول له انا قد ايه اترميت على جزمته، يمكن يحن عليا وياخدني في حضنه زي زمان. لا اسمعي، لا فاكرة انت لما تغب عليا في مكان اكل عيش هنخت وبغلطانة، مش انا يا ميسا. ولا انا يا حبيبي، بس بص بقى يا ابن الحلال المفتشر كده، انا لابدلك هنا وهفضل اراضي فيك لحد ما تسلم، ورحمة امي ما انا سايبك يا سيد. لا ده انت دماغي فيها ميه. بقولك يا بت امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. مش ماشيه يا سيد، وافضل قاعده هنا وانا يا انت هتعمل فيا اكتر من اللي عملته؟ هتاخد رقبتي يعني او ترحمني برضو من البطاطيه والذل اللي انا عايشه فيه؟ طب خلاص خلاص يا بت، خلاص يا بت، خلاص بقى خلاص، مفيش حاجه بجد يا سيد. خلاص ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا روحي، وقبل ما اروح اعد عليكي بالكلمه. انت ما تتاخرش. يلا بقى كتير عندي شغل. يلا انت المجنونه دي. انا كنت ناوي بعون الله يعني هشطب الشقه سوبر لوكس وهجيب اوضتين وصاله بمنافعهم، انضف حاجه من المناصره. ما هو عروستنا مش اي حد يعني، دي ست البنات. امال فين علا؟ خرجت مع بنت خالها في مشوار كده. خرجت؟ مش عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ في حاجه حصل بصراحه. بقول لك ايه يا نبيل، الجواز يا اخويا اسمه نصيب، وعلا اختي مش اسمتها. انت بتقول ليه كده بس يعني؟ شوف بقى يا استنى انت يا حاج، بعد ما الحاره شافتك وانت بتتروق تحت البيت، ازاي اديك اختي واستامنك عليها وانت لا مؤاخذه مش عارف تحمي نفسك؟ بس يا عم انت بتقول ايه؟ انا برضو يعني نبيل باشا، بس العيال اتكترست عليا وخدتني غد. معلش، وابقى اعمل حسابك المره الجايه، انا كنت مجهز لك حاجتك وكنت ناوي اجيبها لك لغايه عندك، بس ما عرفتلكش مطرح بعد ما استغنوا عليك في خدمتك. خلي بالك انا راجع شغل تاني، وهرجع احسن من الاول، واللي هيقول لي كلمه هندمه. وماله، ما ترجع زي ما انت عايز، بس ما عندناش بنات للجواز. شرفتنا يا عم نبيل، وان شاء الله ربنا يكرمك بالاحسن مننا. خد واجبك كده. انت تنفذ اللي انا بقولك عليه من غير رغي كتير. لا ده ما يستاهلش، ولا تروح له بنفسك. انت بس تبعت له المحامي يفكره بالشرط الجزائي. وحش على نفسك يا بيبي، بالراحة على أعصابك. ايه مين مزعلك؟ موجة، أنا مش فاضي وأنا عايز أقعد أتكلم معاك زي أي اتنين. ممكن؟ أديكي قلتيها، أي اتنين يعني مربوطين ببعض، مش كل واحد عايش في العالم بتاعه مش حاسس بالتاني خالص. إيه ده؟ هو أنا ممكن أوحشك والحاجات الشقية دي ولا إيه؟ موجة من فضلك ما تخلينيش أزعل منك، أنا حايش نفسي عنك بالعافية. مش حلو علشانك، لكن لو حاسس انك عايز تنفجر فيا اتس اوكي، هعتبره جزء من الجواز وطبيعته السخيفه، از لونج ان الموضوع ما بيخرجش بره حيطان البيت. لكن لما يخرج بره حيطان البيت ده وياثر على البيزنس اللي بينا، ونعمل شغل عيال صغيره، وتكسر كلامي قدام الناس، يبقى لازم تفهم ان انا اللي مش هعرف احوش نفسي عنك. واضح ان المعلمين والرمم اللي بيشتغلوا معاكي اثروا على طريقه كلامك، ونسوكي ازاي تتعاملي مع عامر فواز. المعلمين والرمم دول اللي عارفين عني شويه قد كده، عارفين كويس قوي ان ما ينفعش حد يكسر لي كده. امال اللي يعرف عني شويه قد كده وانا اعرف عنه اكتر، يبقى المفروض ما يجيش على باله من اصله إنه يفكر يكسر لي أي كلمة. أنا لسه ما خلصتش كلامي. بكرة تروح تمضي عقد الشراكة اللي بينك وبين شركة لينر جروب. مش هستنى كونفرميشن منه، عشان أنا عارفة إنك عاقل وهتخاف على نفسك. ألو يا فادي، بتاعك اللي بتتحرق. ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمش مستر هيك، انا اللي هكلمه. اعمل اللي بقولك عليه.
على اللي خوفه بنفسه. يا اخويا ادام البت راضيه والواد شاري ما تمشيها يا سلطان، ولا انت يا اخويا هتتحمق لبتهم اكتر منهم؟ لما يبقوا مغبشين ومش شايفين الصالح اتحمق طبعا. امال هما عايزين الكبار ايه في البيت عدم المؤاخذه؟ يا اخويا الكلام ده لما يكونوا عيال ومتشعبطين بحاجه ما فيش منها مصلحه، انما ده جواز والبت عمرها ما هتقول غير لما تبقى شاريه ابنك ورسمه دنيتها عليه. ما هو ده اللي مجنننا امان. إذا كان على الواد اللي اسمه صلاح، صلاح ده طول عمره رخيص ومحدش يشتريه بفكة القرش حتى، إنما آية بنت جدالة ترمي فيه سعر زي ده، يبقى أكيد الحكاية فيها إنا. يا أخويا هو إيه اللي آية بنت جدالة؟ آية بنت جدالة؟ هي كانت بنت أنثى للوز يعني؟ ما هي بنت زي بقية البنات. بنت زي بقية البنات؟ هو في حتتنا أحلى منها؟ وبعدين لعلمك بقى، البنت دي شايفة روحها وتعليم عالي وفوق ده كله مخها يوزن 10 من سيزيفت ده. يبقى ازاي؟ بقول لك ايه يا ابو اشرف؟ اشرف اقعد اتكلم بقى، ربنا بس يجيبه بالسلامه، يطلع ساعتها بقى اشرف، يطلع ايمن زي ما يطلع. كلنا يا اخويا واحنا في سنها فوتنا على اللي بتقول عليه ده، حلوه فايره وعنين مفنجله ومخ من اللي يوزن بلد. انما بقى لو الحكايه مش راكبه في راسك يبقى دور ورا المحروس وشوف ماسك على البت ايه ولو يدراعها بالقوي. بتقولي ايه؟ ماسك عليها ايه يعني؟ يا اخويا ماسك عليها يعني عشمها وخلي، والبنت خايفه بطنها تعلى وتبان وتتفضح. قالت لك الحق نفسي. انا هربك يا سودا صلاح. تعالى يا قلب امك، خد اقعد. في حد كنت بتسال عليه دايما لما بجيلك الملجأ؟ إلهي ربنا ما يعيدها أيام. مين يما؟ تعطسي عليا يا واد ولا خايف تسألني الأكثر بخاطرك؟ ما أنت كنت دايماً بتخبي. مش بخبي عليك أنت، بخبي على الناس كلها. كنت عايزاه يفضل زي ما هو ليا وبس، بس ما عادش ينفع تاني يا حبيبي. خد ملي عينك دبوك يا ضنايا. ده ابويا كان نفسي اشوفه قوي، كان نفسي اسمع صوته. ياما رسمته في راسي بمية صورة ومية وش، وهو فرحان وهو زعلان وهو بيلعب معايا ويشغلني. كان نفسي اسمع صوته، كان نفسي ادفع بحنانه، نفسي حتى لو شخطة بالشتيمة. حلمت حلم قلت احكيهولك قبل ما يطير من راسي، بس وحيت ابوك تخيل في الطريق عليا انه بقى يحصل انا مش قدك. حلمت بيكي وانت بتولدي، جبت واد وانا اول واحد استلقفته في الدنيا، اتدنت في ودنه وصوابعه اتشعلقت بصوابعي. حبيبي انت بتقولي ايه؟ يعني ايه لسه ما جاتش؟ ما نسأل مين؟ كل اللي معاه روحوا؟ طب اقفلي 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 انا جاي. على فين يا بابا؟ سيب صالح نفسه مروح. بقول لك يا جدع انت ابعد عن وش السعادي. ايه ده بس، وريح نفسك وكلم ام هاجر طمنها البنت بخير. زمان دلوقتي حرام قاعده بتون قلب الام برضه. انت فين؟ انت اكتب يا جدع انه بدي تمامك معايا تحط لسانك جوه بقك، وما تخرجوش غير لما تقولي تحت امرك يا كبير. اقسم بالله لو حصل لبنتي حاجه. اسمع الكلام، بنتك زي الفل ومستعد بخرست اللي مد ايده على بنت صغيره ولا يهزيها. امال انت بتعمله ده تسميه ايه؟ البنت مالها الذنب؟ زبان انت ابوها وبترجع في كلامك زي النسوان. هتبيت بقى اللي هي في حضني يبتل منك في حضنك. صباح الفل يا ست البنات. صلاح
الخير. وهيجي منين الخير وهم واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك. لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلاص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر. ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدعه، بس شايفينك عالي عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عالي عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي بيقول كده. يا بنت ده انت احلى حاجه فيك ان انت عالي عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها، ساعتها بيعرف انت الحاجه دي كويس قوي. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح. عايزاك يا صلاح. بيت امك يا صلاح. بس اثبت انك تقدر تعمله، وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك، ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. ها وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ قصدك ما تعرفيش ميس لاميا دي، دي قد كده يا خرابي. وبعدين انا ما باخدش معاها مجموعه، ولولا الهديه كانت استقصدت. الهي يقطع عيد الام وسنينه، اللي يخلي النسوان تتحكم في العيال بالشكل ده. وجبتي الفلوس منين؟ خدت من بابا 10 جنيه ونزلت جبت لها طقم كوبايات من عند مصحى. الهي يا ربي تشتش عليها واحد واحد قبل ما تطفح في حاجه البعيده. ايه ده؟ انت وقفتي اكلي ليه؟ مش احنا قلنا نخلص طبقنا كله عشان يدعي لنا؟ الحمد لله. ممكن بقى تديني اكلم ماما عشان ما تزعقليش؟ وهي في ايه ولا في ايه بس يا هاجر يا حبيبتي؟ مش انا قلت لك انها قالت لي ما اكلمهاش لا هي ولا بابا لغايه ما يخلصوا العزا اللي هم فيه؟ وبعدين في ايه يا هاجر؟ وانت زهقتي من بلايونيا ولا ايه؟ لا والله، ده انا نفسي افضل قاعده معاكي على طول. عارفه يا هاجر، عمري كان نفسي يبقى عندي بنت زيك كده، اربيها في حضني وتكبر قدام عيني لغايه ما تبقى في حلاوتك وشطارتك دي. بس ما حصلش نصيب، لكن ما حدش بياخد كل حاجه. الشغل خدني سنه ورا سنه، افتكرت اني هبقى ارتست مشهوره، تشاور عليا وتبقى عايزه تتصور معايا. نمت وصحيت لقيت نفسي لوحدي، قتلت الناس ولا قتلت الضنايا. انا فتحي محمد علي خليل، موظف بمحكمه شمال الجيزه، قمت بنفسي بتبديل الحرب رقم 1 على 522 من القضية 1490 لعام 2015، أمن وطني مستأنف شمال وفحواء 750 ألف يورو نقدا، قمت بتبديلها بنفس المبلغ ولكن بورقات نقدية مزيفة، وهذا اعتراف مني بذلك. عسل، شفت بقى لما بتبقى أمور حلو بتسمع كلام الدنيا بتبقى حلوة إزاي؟ أنا حلفت لك إن مش هجيب سيرة لحد. ولا أنا وربنا في إيه؟ وأنت فاكر الفيديو ده سكينة على رقبتك؟ لا، ده تحريص مش أكتر. بعدين اسعى عليا في كل مكان. بخارست كلمته واحدة وما بترجعش. ماشي ماشي يا بخارست، انا عملت كل اللي انت عايزه. انت فين؟ في الحفظ والصورة بهاجر. هيحصل لها ايه يعني؟ اشرب شاي براحتك، نطلع فوق تاخدها وتتكل على الله. مش هشرب شاي ولا زفت يا اخي. انت فين؟ هتهدي يا عم في ايه؟ تعال. عايزك تفكر كويس قوي قبل ما تقول اي كلمة تانية، عشان اللي جاي لو ما عجبنيش مش هتطلع من هنا على رجلك. وانا لو مش عارف ان الكلمتين دول يستاهلوا شرف مقابلة سعادتك ما كنتش استجريت وعملت. مش انت اللي هتقول قيمة كلامك، مش انت خالص. ماشي، بتأمري بيها مدام. طبعا انت جاي وفاكر ان انا هفرح بالكلمتين اللي بتقولهم وافرح بولائك ليا وكافئك احطك مكان معلمك، مش كده؟ غلطان، ده انت المفروض تقول يا رب، ما اتصلش بفوده واقول له على خيانتك لي، ولا اجيبه يتفرج عليك وانت بتبيعه. طب ليه كده يا ست الكل؟ انا بيع معلمي، معلم فوده ده ابويا، ده انا رايح مكتفي من الخير. امال انت عايز ايه؟
والله انا ما قلتش للمعلم فوق ده يد في حرقه، بس انا مؤاخذه يعني هو له يد على حرقه. اسم عيل كده بقى انا بين معلم الفتره اللي فاتت، اسمه سيد جدال، وشهرته بوخارست، سيد بوخارست. سيد بوخارست. تعال. ايه ده؟ بنتي فين؟ بنتي فين يا بوخارست؟ اطيب يا جدع في ايه؟ هتروح فين؟ هتلاقي هنا ولا هنا؟ هي بقت كده؟ ماشي. قسما بالله لو جرى لبنتي حاجه يكون مستبيع واروح ابلغ على نفسي بنفسي واوديكوا كلكم 60 دقيقة. بقول نكتم بقى، هتروح فين؟ رايح لحد ما اجيبها لك. اقعد. تعالى هنا سيبني. ورايح فين؟ انت كنت فين يا وليه انت؟ ايه في ايه؟ رحت اجيب شويه حلويات للبنت ورجعت. امال ايه؟ هو انا مش منبه عليك مليون مره؟ عليك ما تغيبش على البنت ثانيه. الله، ما هو ده اللي حصل. انا يا دوبك نزلت دقيقتين وسبتها مع الواد ده. واد مين؟ واد الطاي. واد مين؟ خلاص خلاص صدعتينا يا بنت. بس يا بنت بس. الو يا سيد، بقول لك ايه؟ يلا ستاند باي. جاهزه يا استاذه ايه؟ 3 2 1 هوا. صباح الخير. النهارده بدايه جديده ويوم جديد، يا رب تكون اجمل بدايه وتكون كل الاخبار كويسه لينا ولبلدنا. يا رب يا مازن، وتكون ايامنا كلها خير وسعاده. احنا النهارده معاكم لاول مره في برنامج جديد شبابك يا مصر. عندنا فقرات كتير واخبار حصريه وشكل جديد هنقدمه وهنتفاعل مع بعض. توب. ايه رايك؟ شايف انها جامده وهتعلق مع الناس. لا، وبتعرف تخلي الكاميرا تحبها، ودي بقى حاجه مش هتلاقيها كتير. اي حد من طرفك بقى مغمض، وانت عارفه كده كويس. حبيبتي بوشي، ازيك؟ اتفرجتي؟ طبعا كنتي هايله. مستر سامر السعدي صاحب المحطه. اي غني عن التعريف طبعا. ثانك يو. يا رب اكون عجبتك. طبعا كنت لسه بقول لبوشي عجبتيني جدا. انت دارسه ايه يا ايه؟ هتفرق. بتهيالي اهم حاجه في الاعلام هي شخصيه المذيع، وانه يعرف يتواصل مع الناس كويس. انا مش دارسه اعلام، بس بحبه اكتر من اي حد درسه. بس الدراسه مهمه برضه. أنا عارفة إن حضرتك مهندس كهرباء، ومع ذلك بتأسس أكبر مؤسسة في مصر وليها فروع في كل العالم. ده اللي معروف عنه بس، إنما اللي مش معروف أكتر بكتير. عارفة عني كل حاجة أنت، بس أوعي تصدقي حاجة تقولها لك. يلا I have to go، وهستنى الحلقة الزيرو، ولو بتقولي صح هيبان. باي باي باي. كلمني. طورت رقبتك وعواتك عن كل اللي فات، صح ولا ايه؟ طول عمري بيعجبني اللي بيكون قد توقعاتي، بس بيعجبني اكتر اللي بيعديها. الحمد لله على السلامه يا معلم سيد. البنت فين يا صلاح؟ بنتي بقول لك ايه، دي مش اصول شمال، الاول تسال البنت دي قصادها. اسمع يا قط، شغل الجنان ده ما تسيبش معايا. شغل الجنون الهبل ده تعمله مع ابوك مع امك مع الجن الازرق، لحد عندي تقف وتقول امين. ولو فاكر ياض ان انا ليا عزيزت وبهبت منك، البنت فينا صلاح؟ انت اطلع شويه وشك نصين. وماله؟ ما اللي خلاك تقل مني وسط الخلق مش هيصعب عليك تحله لوحدك. بس انا عايز حق اسال. حقك؟ حق مين ياض؟ حق عليك يا صاحبي. حق عليك. انت اكتر واحد عارف ان انا في الدنيا دي لوحدي. وعملتك اخويا الكبير وابويا اللي بلجأ له وقت الشده. كنت مستعد اديك بروحي في اي وقت وانت عارف. وجي اليوم اللي الدنيا كلها قبلتني فيه، اختك رضيت بيا، ابويا ابويا ميل عليا واتمنى لي الخير، تقوم تيجي انت دونا عن الخلق دي كلها وتدوس عليها بجسمتك وتستخسر فيا اكتر حاجه اتمنيتها. ليه يا سيد؟ خلاص يا
خلاص يا صلاح. لا مش خلاص. خلاص يا صلاح. لا مش خلاص يا سيد. غلطت مره واثنين وعشرة، كنت بتصلح لي وبقول لك امين، وانت ياما غلطت يا اخي، بس انا عمري ما زلتك بغلطتك. دلوقتي بقيت حمل تقيل عليك يا سيد؟ دلوقتي عايز تخلص مني يا صاحبي؟ تسلم يا ابو ستيف. خلاص يا صلاح، ده قلبك طلع اسود قوي. خلاص خلاص يا سيد قفل. مش هقفل. خلاص ياض تعالى. خلاص صلى على النبي. خلاص سايقه عليك النبي يا نبيل، كفايه قوي لغايه كده. والا واللي خلق الخلق افضها سيره وما اروحش المحل، واللي يحصل يحصل. ومتكل على الله انت، ما تقطعيش برزقك، ما تبقاش على كله. طب يا نبيل انت سيد الحرفين، ان الجواز ده اسمه ونصيب يا اخويا. وانت فاكره الحدوته على عروسها طارت مني؟ انا تهنت اداس على كرامتي بالجزم طول عمري، وانا حاسس ان انا قليل. الناس مش بتستعنى بنبيل ولا بقعدت ولا بكلام، بس من ساعه ما دخلت الميري كلهم يترجوا يبوسوا ايدي. افتكرت اني خلاص نبيل بتاع زمان خلص، تاني رجع تاني من زي زمان. لا اوسخ. استغفر ربك بس يا نبيل، ايه اللي بتقوله ده؟ طب ما انت عارف ان بعد اللي حصل كان لازم حد يروح معاك. ما خدتش ليه معاك المعلم سلطان؟ هقطع سيرته. طب والمعلم سلطان ذنبه ايه بس؟ ما انت عارف ان الواد صلاح دماغه مطيور، تلاقيه كان ضارب له حاجه فورت جتته، شاف العركه سخنت معاه طلعت فيك. يحرق صلاح اللي جابه، ده انت عيل كربوع في عصب جزمتي. الدور والبقى على سلطان اللي خلاص بك فيا، طمع فيا الواخش. خلاص نبيل بقى خشه، اللي يسوى اللي ما يسواش يضحك في وساخته. لا انت مالكش حق بقى يا نبيل، انت عارف ان المعلم سلطان طول عمره متلفح بالحق، واذا كان بيبخ عشان الاصول. قرعه ليا، انت بترجعني الحكايه دي تاني ليه؟ اياك تجيب السيره دي تاني، احسن عليا الحرام اجيبهولك هنا متربط ويبقى ذنبه في رقبتك. انا جيت لك اقول لغايه عندك يا بلبل، جيت لك من غير رابطه الغباوه اللي بتتكلم عنها، جيت لك برابطه العيش والملح اللي بيننا. خطوة عزيزة يا معلم سلطان، خطوة عزيزة. أنا حاسبكوا دلوقتي عشان أنا ورايا شغل، وبيتك ومطرحك يا أخويا. إيه يا نبيل؟ لم نفسك بقى، الراجل عز مقام وجالك، لم نفسك. عن إذنكم. اتفضل يا يونيا. شوف يا نبيل، أنا مش هعتب عليك في الكلمتين الخايبين اللي أنت قلتهم دول، بالعكس أنا جاي أحب على رأسك وأستسمحك على الطلاق بالتلاتة، لأن ما كنت عارف إنك شايل ده كله. إيه مالي؟ أنا زي الفل أهو. أنا ناس ده نبيل باشا اللي هيوريك أنت وأمك إن عمرك ما شفت. خلاص خلاص يا نبيل، العالم كله عرف هكذا. تخبى عليا انا؟ انا طول عمرنا ملناش غير بعض يا نبيل، ليك مين غيري تصب عليه زعلك وشيل عنك؟ عملت كده انا في عزي، ما لو كنت جيت لك بعدها كنت عملت ايه؟ لميت عليا عيال الحاره ونسوانها وزفتوني زفه بلدي. راجل يا ناقص، من امتى واحنا بنعري بعض قدام الخلايق؟ احنا طول عمرنا ستر وغطى على بعضينا، بس انت برضه غلطت. كان لازم تصارحني وتفطمني، وساعتها بقى كنت هتشوف انا هسد جنبك لغايه ما الليله دي تعدي ولا لا. مش تكتم بين ضلوعك، كنت ساعتها بقى شوفني انا هسد معاك لغايه ما ليلتك دي تعدي ولا لا. على العموم حصل خير، عشان تعرف الموضوع اللي كان مزعلك مني خلاص بخ، مفيش بيه مرضي عام. ما تقول اه يالا،
أما اتكسرت يا سلطان. فودة زلني صح. ماهاش. ماهاش ولا كان اللي يزلك أبو البر. العالم عمال اتكسر في بعضيها. ما حدش بيكبر العباد. من رب العباد أنا بيهن. وأنا سداد. أول مرة يا أخويا تسمعنا حلاوة الآه من غير لت ومنحدة. ما خلصت يا معلم. بصراحة الراجل بتاعك دخل دماغي من ليلة النقلة إياها. لو عايز أدعها 10 مرات بعون اللي هيحضره. مش أنا اللي هعوز، المعلم هو اللي هيعوز واللي هيقوله هيمشي. بس أموت وأعرف عديتها إزاي. أنت عجبتك بس عشان ما عرفتش تهرشها. بعدين هو في حاوي بيفرق جرابه على الخلق. لا وأنت حاوي مقصد. شوف يا شندي، سيد ليه نفحة في البيع الجاية، نفحة لحسابه يلعب فيها. بس أنا بقى ليا مزاجي يبقى متوصي ومتأسس أول نزول السوق، وعلى اسمي برضك هاري. وماله؟ ده السوق ينور ويسعمل حبايب تلاتة. بس أنت كده هتقطع المعلم بتاعك. وناوي تحط فين؟ أنا هلعب بره النصرية والسيدة كلها. هاخد خط مصر قديم، خرطة أبو السعود، أبو سيفين، المنطقة هناك كلها مضروبة حنة وده مش مقامة. على البركة. بس خدها مني نصيحة، إنك تعرف تعدي ببضاعة حاجة وإنك تكبر في السوق حاجة تانية، وضل فودة ما يتخرجش منه لأنه ما يتعوضش. ده مدرسة. لا ما تقلقش، وأنا مش عايز أخرج من المدرسة. اسمع شندي، الجدع فلوسه حاضرة بكاش. ظبط أنت أمورك وشاور على الميعاد، وربنا يبارك للكل. ربنا يجعلها فتحة خير عليك. الدنيا يومين أسنجفها وأرد عليك. ماشي. برضه يا سعيد، اللي يرضى بحاجه في البدري تبرد قبل الاوان. ابن ابوك صحيح. ايه عم سلطان، ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. انا الصراحه كده كنت عايز الكلمتين. تحت امرك. قول قول دلوقتي. احنا هنخش في الموضوع على طول. صلاح، انت صحيح عايزاه؟ ايوه عايزاه وموافقة بيه كمان. ليه؟ بحبه، هو ده الراجل اللي أنا طول عمري بتمناه. علي أنا الكلام ده؟ يا بنتي صريح العبارة كده والمختصر المفيد، أنا الكلام ده ما يخش ذمتي بنجلة. ما مش معقول برضه بنت حلوة زي حلوة إيه؟ أحلى بنت فيك يا مصرية. ده الواد لما شافك ما عرفش يحط النار على الحجر، وبسم الله ما شاء الله تعليم عالي والمستقبل قدامك بالطول والعرض. إيه اللي يخليكي تربي بوظة صلاة؟ ده أقل منك في الكسم والرسم، ما ياخدوش بيه. اهو نصيب بقى يا عم سلطان. وبعدين صلاح ما يتعيبش برضه. انا ابوه بقى واكتر واحد عارفه، وبقول لك صلاح يتعيب. ده واد خربان ومالوش حيطه يتركن عليها، محدش عارفه كده. يا بنتي وانت بسم الله ما شاء الله سكتك سالكه، والف مين يتمنوكي. انا ايه بس اللي يخليكي تربطي حياتك بواد صايع مصدي زي صلاح؟ ده نصيب بقى. وبعدين انا مش فارق معايا اصلا طالما انا مع صلاح. طيب ماسك عليك حاجة بيزلك بيها، قوليلي. أنا أبوه ممكن أقطع لك رقبته. حاجة إيه دي اللي زلني بيها؟ وأنت فاكرني منهم ولا إيه؟ أنا بنت المعلم جدلة، وما يصحش الكلام اللي أنت بتقوله ده يا معلم. لا إله إلا الله. طب قوليلي يا بنتي اللي صح؟ أنا برضه عدم مؤاخذة في مقام أبوكي وأخاف على مصلحتك. ما أنا قلت لك ما تخافش من حاجة، ده جواز. وبعدين أنا وصلاح هنبقى متفاهمين على الآخر. ما تشغلش بالك أنت. وقول مبروك. ماشي. هقول لك ايه يا بنتي؟ مبروك. على اذنك يا مسلطان. اتفضلي. انت نازل يا اخويا؟ اه حبوبه، بس لو عايزه حاجه تولع كل حاجه قولي. يا سلام على لسانك اللي بينقط سكر ده، انا عرفت ميسا بتحبك ليه طبعا. وحياتك ما بتسمع ربعها، دي ما بتجيش غير بالدبشه بنت السر. على قلبها زي العسل، ما دام انتوا الاثنين بتحبوا بعض وهي عايزاك. يا سلام، وانت جايه بقى تفرح فتحتنا ولا ايه؟ قولي عايزه ايه؟ عينيا. شوف يا ابو خارست، انا عارفه انك مش موافق على جوازه صلاح من قايل. اسمعني عشان خاطري، اسمعني لو ليا خاطر عندك. بس انا عارفه كويس قوي انك شايف انها ما تناسبوش ولا هو كمان يناسبها، بس مين عارف، يمكن ربنا يوفق الطباع على بعضها زي ما وفق القلوب. وبعدين هي اسمها اسمه ليه؟ عشان بتيجي كده. شوف يا حبوبه، انا مش غاوي اخرب علاقتك ولا في قدام فرحه صلاح،
بس الاسم اللي ما بتعدلش بين اتنين بتاخد واحد منهم وتطب على الارض، وصلاح بقى عنده انه يعادي ابوه ولا يساوي بالارض، ساعتها بقى مين اللي هيضيع في الليله؟ جربت؟ مش خايف على اختك ولا ايه؟ مفيش نصيب بيمشي بالورقه والقلم يا سيد، اللي علينا اننا نرضى بيه وخلاص ونسيب الباقي على ربنا. وبعدين مين عارف، ياما جوازات في اولها بتبان انها بايظه وبتتم على خير. وبعدين يعني صلاح مش وحش ولا حاجه، يعني ده راجل وجدع وفي ظهرك واكيد هيراعيها. حتى انت يا رحاب جرالكوا يا بنات جدال، الواد عامل لكم عمل ولا ايه؟ مش هو اللي عامل يا سيد، ده النصيب. النصيب زي ما قلت لك، اللي رضينا بيه او ما رضيناش هيحصل برضه. يبقى نوفر على نفسنا القلق ونشوف هترسى على ايه، مش يمكن خير؟ يمكن اه. يا ريتني كنت نزلت على طول. اخبار رجالتك ايه يا معلم؟ رجالتي تمام، مبدورين في السوق ومحزنين، كل شبر في حدود منطقتي كاني ماسكه في ايدي. ايه ساعتك بتفكري توسعي لي النطاق؟ مش لما تسيطر على اللي تحت ايدك الاول وبعدين ابقى افكر؟ شكلها وراها ان الكلمه دي. لما تعرف ان واحد من رجالتك لف من وراك وعايز يخونك تعمل معاه ايه؟ ايه العباره بالظبط يا ست الكل؟ في حاجه وصلتي ما عنديش علم بيها؟ رد على السؤال يا فوده. خليه يتمنى الموت وما يطولوش. انا بقى عايزاه يطول وبسرعه. اللي هو مين بقى ولا مؤاخذه؟ وعمل ايه بالظبط الواد اللي انت سحمه من ايده؟ سيد بوخارستي. بوخارستي الواد طوعي بدراع اليمين وما بدرش منه حاجه غلط. لما انا اقول عمل يبقى عمل. هو اللي حرق البضاعه بتاعت عرابي، وهو اللي عمل معاه الحركه بتاعت زمان. حلمك عليا بس يا ست الكل، المعلومه لابد معيوبه. نضمن منين ان بوخارستي ده هعتبر انه حرق البضاعه من ورا ظهرك يا معلم يا كبير، وحكمت عليه بالنيابه عنك. الواد ده يتصفى وبسرعه. Cheers. Cheers. مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا عسل. مبروك يا بنتي يا آية. قولي كلمة. أقول إيه بس يا نصر الله؟ يا أختي في التلفزيون بيجيبوا برامج بيقولوا فيها كلام. قولي كلمة ليا ولإخواتي. الله ما تتلحلح يا بنت. والله العظيم أنتوا بتهزروا. ماشي. مبروك يا نصر. مبروك يا ميسا. مبروك يا رحال. مبروك يا بوخارست. مبروك يا يوني. خلاص بقى. وابوكي وامك الله يرحمهم ما لهمش نصيب؟ قولي يا بنت. الله يرحمهم طبعا. طبعا كان نفسي يبقوا معايا في ليله زي دي. خلاص بقى يا نصر منا. طب يا اختي. ايوه يا حبيبتي. عقبالك يا حبيبه قلبي. والنبي ده انا هرقص لك رقص. عقبالك يا واد. يلا يا رحاب قومي ارقصي بقى. لا معلش يا اختي اصلها عندها صداع. يو طب يلا بقى يا بطه خدي بنفسي ولا انا واخده الفرح مقاوله. لا معلش يا ابله والله تعبانه هسقف اهو. سقفي ماشي. يلا يا ميسه يلا. ايوه يا حبايبي. شكوا الواد قاعد فاشخ ضمه ازاي؟ يا عم سيبه خليه يتبسط بكره يزعل. طب واذا عمل عوق؟ هيروح فين؟ هيطلع عين ابوه. لا مؤاخذة يا حكيم سلطان. لا مؤاخذة دي هو العيل السوي يجيب لي اهله اللعنة. يلا يا صلاح يلا يا آية يلا. We'll be right back.
وبعدين يا معلم فؤاد؟ ملهاش تفسير تاني يا سيد. فكك بقى من ليلة شندي دي، ملهاش عوزة. يعني ايه ملهاش عايزة؟ رجع يعني في كلامه؟ تذبحه. أنا ليلتي معاه زي ما هي. أنت بقيت براها. يبقى أنت بقى لا مؤاخذة اللي جبته ورا. هيزعلني منه أهو. ما الليلة مش ليلتك يا معلم، مش مقامك يعني. يا سيد اخبط. الليلة من عندك أنت، ما بقاش ينفع تركب على شغل اليومين دول. ليه؟ عويل؟ مهما الشايب وصل لها إن أنت اللي ورا حرية عرابي وطالبة رقبتك. انت قلت لها ايه؟ انا اللي قلته كتير بس هي دماغها ناشفه. انت اصلك يا سيد ما تعرفش ام الشاي. كلمتها سيف على رقبه الكل. لما اخذ كلام النسوان سيف على اللي ما بيعرفش مش عليا. يا معلم فوده، الليله كانت ليلتك انت وحريق عرابي كان باسمك، يعني حمايتي واجب عليك، لكن تكشف ظهري وتسلمني لا. بعدين اللي بيسلم حد في الشغلانه دي معروف بيحصل له ايه؟ اربط عندك يا سيد وبلاش تشوفيه دماغ ابوك دي. انا لو عايز اسلمك يا سيد ما كنتش جبتك لغايه هنا وفطنتك على اللي فيها. كديتك رصاصه برش وخلصنا. يا سيد، يا سيد أنا عايز أحميك، اسمع كلامي وكن اليومين دول. أنا حمط الحكاية معاها لغاية ما تهدى وترمي طوبتك وساعتها يبقى بينا كلام. يعني أنت دورت الحكاية في دماغك وظبطتها. ماشي. طب اسمع بقى مني الكلمتين دول، لا موجة ولا اللي منها يعرف يعمل معايا حاجة. يا سيد اسمع، السيد بوخارستي اللي يجري الدرة من كلمة مرة، واللي عايز يعمل معايا لقطة يستعمل بقية الفيلم. يا ابني افهم فات الكلام. Yeah.
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب ذهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي عايز